السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع. العسل المتبلور أو ظاهرة تبلور العسل أو العسل المجروش بيصير حبيبات كده تترسب في القاع، في قاع البرطمان، وبعدين البرطمان كله يتقلب لحبيبات فيتحول لشكل السمنة أو حبيبات السكر، تحس إن هي مرملة كده، أو كما يقال عليه بعض العامة العسل المغشوش. أنا اشتريت عسل وتحول لسكر، ده دليل يا إما إن حالي مغذي على سكر، يا إما ده عبارة عن محلول سكر، يا اما ده عباره عن ميه بسكر، ويروحوا ماسكين البرطمان رامين ده عسل مغشوش اتحول لسكر. هل هذه الظاهره طبيعيه في العسل؟ هل تستخدم كما هي؟ ام في بعض الطرق للحد من هذه الظاهره؟ مقطع يهم كل نحال وكل تاجر عسل وكل مستهلك ايضا. تابعوني. العسل هو عبارة عن مادة سكرية كربوهيدرات يغلب عليه، إنه عبارة عن مادة سكرية بتتكون من جلوكوز وفركتوز وسكروز بنسبة قليلة، فيتامينات ومعادن وإنزيمات وغيرها من المكونات الأخرى، ولكن الشائع في العسل إنه هو عبارة عن كربوهيدرات جلوكوز وفركتوز. ظاهرة التبلور بتنشأ نتيجة زيادة نسبة الجلوكوز في العسل، في بعض الأعسال بتنفرد نسبة الجلوكوز فيها بتكون عالية جدا. الجلوكوز مادة غير قابلة للذوبان في الماء، يعني صعب جدا أنت تذوبها في الماء، تبتدي الحبيبات اللي فيها تتحول لبلورات، عبارة عن بلورات كده تتبلور تتبلور لحد ما البرطمان كله يكون عبارة عن عسل متبلور شبيه بالسمنة كده، زي السمنة المرملة أو حبيبات سكرية. بعض الدول بتخفق العسل ده وتحوله لكريمي، زي قرقيزيا مثلا، العسل الأبيض اللي بيجي من هناك بيكون عسل أبيض شبيه كده، ده بالظبط عسل لونه أبيض أبيض أبيض، ده بيسموه عسل كريمي، بيجي من قرقيزيا. الأعسال عندهم بتتبلور نتيجة لدرجة البرودة العالية اللي هناك، والنوعيات اللي هناك اعسال بقوليات فبتكون قابله للتبلور، فبيخفقوه طبقا للمواصفات بتاعتهم. خفق ده بيتم تحت بروده فلا يؤثر على خواص العسل العلاجي. نرجع لمرجعنا، ظاهره التبلور هي احد خصائص العسل الطبيعيه. استأتي جدا لما احد مربين النحل ومهندس زراعي، هو مربي للنحل وتاجر ايضا، باع عسل لدكاتره في كليه زراعه، رجعوا العسل عشان هو متبلور. طب انت كدكتور ابحث اطلع دور ايه هي خاصيه التبلور دي، ايه هي ظاهره التبلور دي، هتجد ان ظاهره التبلور هي اصلا من خصائص العسل الطبيعيه. حتى بعض الاعسال بيستدلوا ان العسل طبيعي من ظاهره التبلور، فللاسف يعني ارجع العسل عشان متبلور، غريب الامر. طيب ظاهره التبلور زي ما قلنا هي عباره عن تبلور الجلوكوز الموجود في العسل. بعض الاعسال بيغلب عليها التبلور بسرعه، هي اعسال البقوليات او اعسال الزهر، وبعض الاعسال بتبقى سائله حتى لو خزنت لفترات بعيده جدا وفترات كبيره. بعض اعسال البقوليات بتتبلور بسرعه، اللي هي ظهور البقوليات زي عسل البرسيم والحمضيات والعنبريس ودوار الشمس واللفت وغيرها من الاعسال، بتتبلور بسرعه اما لو خزنتها في درجات حراره عاديه او لو حطيتها في البروده، فبتتبلور بسرعه اكتر لو اتخزنت في بروده. طيب ازاي نقدر نتحكم في ظاهره التبلور؟ انا عن نفسي وعن رايي الشخصي يفضل استخدام العسل كما هو متبلور، وانت كنحال او تاجر بيعه كما هو ورشد المستهلكين، لان للاسف انت كمستهلك حابب العسل سائل، ممكن النحال ده يعاني العسل عنده تبلور بسرعه فيضطر يفك. طب احب اقول لك انت مستهلك عسل ده بيتفك ازاي؟ عند بعض التجار وبعض النحالين للاسف بيفكوه تحت درجات حراره عاليه جدا، يعملوا له حمام مائي يغلوا ميه ويحطوا فيها جالون العسل عشان يفك. طيب انت عارف ان الحراره العاليه دي بتكسر كل الفوائد الموجوده في العسل؟ لو مش كده وبس، بينشا مركب ضار بالصحه في العسل، فقد يؤثر على البنيه الجسديه بتاعتك، وسبق اتكلمت عنه وعملت عنه حلقه، اللي هو مركب الاتش ام اف. فالافضل انت تاخد عسل ملوث بالمركب ده وكل الخواص اللي فيه متكسره بالحراره، ولا تاكل عسل طبيعي كما هو وظاهره التبلور من خصائصه الطبيعيه؟ انا عن نفسي اكله كما هو متبلور. مش حابب تاكله متبلور؟ حل بيه المشروعات بتاعتك، بالعكس هتستفاد بيه. ظاهره التبلور دي مفيده جدا لبعض الاعضاء في الجسم، يعني بعض الاعسال المتبلوره ديت بتنفرد ان هي مزيبه للبلغم، بتساعد على بناء العضلات، منشطه جنسي، بتساعد في المعده على بعض التهابات المعده وغيره. اذا هي مش ظاهره بتضرك في الجسم، بل بالعكس بتفيدك. طيب انت يا عم النحال وتاجر العسل، تحب تعرف طريقه تحد بيها من ظاهره التبلور دي؟ هقول لك على طريقتين نشروا في ابحاث علميه. الطريقه الاولانيه نشرت في مجله علوم الغذاء المبتكره والتقنيات الناشئه عام 2020، قال لك بيتم اضافه ماده اسمها الترهالوز او الترالوز للعسل فبتحد من ظاهره التبلور. الماده دي عباره عن سكرات ثنائيه، سكريات ثنائيه بتضاف على العسل ولكن بنسب قليله جدا 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 جدا، بتصل 7% ل 8% ملي مول لكل 100 جرام من العسل. الماده دي باختصار بتمنع تبلور العسل لفترات بعيدة، بتصل من سنة
لسنة ونص. والميزة في المادة دي انها ما بتأثرش على خواص العسل لا الكيميائية ولا الفيزيائية. اللي سألني في التعليقات المادة دي بتيجي منين، انا عن نفسي ما اعرفش، فممكن تطلع على البحث تحت، ممكن تعرفوا مكان تواجدها، ممكن تبحثوا عنها، ممكن تتواصلوا مع المجلة الناشرة، شوفوا المادة دي بتيجي منين، فحاولوا تجيبها من مصادرها الطبيعية وتستخدموها، مادة آمنة. وبرضو اطلع على البحث، شوفوا المادة دي اضافت على اي انواع العسل، يعني تم اضافة عسل ليفت ودوار الشمس وغيرها من العسل، وشوفوا برضو الكميات اللي تم إضافة المادة دي بيها للعسل. البحث الآخر نشر في المجلة البرازيلية لتكنولوجيا الغذاء عام 2015. البحث باختصار بيشوف تأثير اللف، يعني اللي هو الدوران أو التقليب، ودرجة الحرارة العسل. جابوا مجموعة من الأعسال خزنوها عند درجة حرارة 15 درجة مئوية، ومجموعة من الأعسال خزنوها عند درجة حرارة 25 درجة مئوية. ولكن قبل ما يخزنوها قاموا بتقليب الأعسال دي ما بين 360 ل 540 لفة في الدقيقة لمدة 15 دقيقة، وتم تخزينها عند درجات الحرارة دي. حاجة مهمة جدا، الحاجات اللي بقولها دي بتطبق على العسل بعد الفرز مباشرة، سواء مادة الترهالوز أو عملية التقليب والتخزين دي. أول ما بتفرز العسل يا إما بتضيف المادة يا إما بتبتدي عملية التقليب. المهم يا سيدي، وجدوا إن العسل اللي اتخزن تحت درجة حرارة 15 تبرول بعد 7 أيام ولكن برولات صغيرة جدا، أما العسل اتخزن تحت درجة حرارة 25 تبرور بعد 20 يوم. فمن الممكن أيضا أنت تستخدم الطريقة ديت للحد من ظاهرة التبلور دي لحد ما تبيع المنتج بتاعك. في المواصفات الأوروبية استعوضوا عن بسترة العسل بالموجات فوق الصوتية عالية الطاقة وعالية التردد. قال لك بسترة العسل اللي بتتم تحت درجة حرارة 80 لمدة دقيقة لدقيقتين بتعمل على تكسير بعض الإنزيمات وبعض الفوائد الموجودة على العسل. شوف يعني 80 درجة ودقيقة لدقيقتين، لكن في بعض الناس بتغلي العسل، بتغليها ممكن يصل ل 150 كمان، فما بالك اللي بيقول لك عندي 80 ودقيقة لدقيقتين بتكسر الفوائد الموجودة في العسل. فالغلي هيعمل ايه في العسل؟ هيدمره طبعا. فوجدوا ان الموجات فوق الصوتية افضل بكثير من بسترة العسل. وانا عن رأيي الشخصي استخدام العسل كما هو باق على طبيعته افضل بكثير من الحاجات دي كلها، سواء اذا كان اضافة مادة او تقليب او تسخين او موجود فوق صوتية. في ناس بتحطه في الميكرويف وبلاوي سودا. استخدمه كما هو، انت كمستهلك استخدم العسل كما هو، مش متقبله كحبيبات خلاص، ممكن تخفقه في الخلاط، يعني تحطه في الخلاط وتدوبه، ده اسمها طريقة الخف، او ممكن تحطه في العصائر او المشروبات بتاعتك، هتستفاد ايضا من الفوائد بتاعته. انت كتاجر او نحال واجب عليك توعية الناس، نشر توعيات او فيديوهات او توعية المستهلك بفوائد العسل المتبلور او بظاهرة التبلور ايضا. مش هتعرف توعيه او الناس اللي عندك راسهم محجرة ان العسل لازم أن يكون سائل، اخفق العسل او استخدم التقنيات اللي احنا قلنا عليها. اسأل الله يمتعنا واياكم بالصحة والعافية. سلام.